وبالتالي في المراجعة بتاعتنا لل stem and leaf plot قلنا إن بيحط رقم العشرات في ال stem والآحاد في الليف، وبعد كده قلنا إن ممكن يكون بيحط لو في رقم له كسر عشري فممكن يحط في ال stem الرقم بدون الكسر العشري ويحط الكسر العشري في الليف، فاتنين يتحط في الستيم والليف يبقى 0.3، so we can put 2.3 in this way. بيهمنا في ايه الكلام ده؟ لما بنيجي بنطلع في جدول الزي سكور ولما بنيجي نطلع البي فاليو بيجي يقول لحضرتك لما بتعمل الاستاتيستيكال تيست بيديك زي سكور ايكوال 2.75، فبيقول لحضرتك ازاي نطلع البي فاليو من الجدول بتاع الاستاتستكس. فبنيجي عند الستيم عند 2.7 ونبتدي نمشي لغايه اما يبقى عند العمود بتاع 0.05 خمسة من مية، وعند التقاطع تبقى هي دي قيمة B اللي احنا عايزينها. فلازم حضرتك تبقى عارف ازاي ممكن تطلع القيمة بتبقى، بس الفكرة عند حضرتك ايه؟ فكرة ان هو بيمشي في القيمة بتاعت ازاي يستخدم الاستاتيستيكال الجداول الإحصائية باستخدام فكرة stem and leaf plot. بعد كده هنتكلم عن البلوت تاني اسمه scatter diagram أو scatter XY plot اللي هي بترسم بيها بيانات نقطية وتشوف الانتشار بتاعها. هنا العلاقة ما بين الوزن والطول، طبعا كلما زاد الوزن كلما الطول بيزيد، ولكن هل هذه العلاقة علاقة مثالية ولا ما هياش مثالية؟ نجد ان الانتشار او الديسبيرشن بتاع البيانات ليس علاقة خطية ولكنها علاقة إيجابية. فبنبتدي نفكر إزاي لما نوجد العلاقة ما بين السكاتر بلوت من خلال رسم الخط الترند. فهنا مثلا المثال بتاع اللي كنت جايبينه من أحد المواقع مبيعات الآيس كريم، هم بيلاقوا إن كل ما درجة الحرارة بتزيد نسبة مبيعاتهم من الآيس كريم. فخلال ال 12 يوم اللي فاتوا كلما كان الجو أكثر دفئاً كلما زادت مبيعاتهم من الآيس كريم، لأن الناس بتبتدي تشتري آيس كريم. لكن العلاقة دي ليست علاقة مثالية، يعني ما هياش طردية خطية إيجابية. طيب فممكن نرسم خط وبيسموه خط أفضل الملائمة أو line of best fit. هذا الخط لما بنيجي نرسمه بنقول إن كلما زادت درجة الحرارة كلما زادت المبيعات، وبنحاول نرسمه بحيث يقع عليه أغلب النقاط الموجودة، ولكن من أجل دقة أفضل هنبتدي نحسب كيفية رسم هذا خط الانحدار، خط الترند لاين أو خط الاتجاه أو خط أفضل ملائمة. عشان نرسم خط أو الخط بتاع الأفضل ملائمة عايزين نحسب أي خط بياني مرسوم، بنقول إن المعادلة بتاعته بتساوي y بتساوي m في x زائد b، أو ص تساوي
الانحدار في قيمة سين زائد مدى نقطة التلاقي ما بين الخط البياني الترند أو الاتجاه عندما يقطع واي. فالواي بتاعت أي نقطة على هذا الخط بتساوي ما مدى الانحدار في قيمة إكس زائد بي. فبنقول عند أي نقطة على الخط واي تساوي إكس في إم زائد نقطة التلاقي ما بين الخط الترند والأكسس واي، حيث يتقاطع الخط مع محور الصاد أو الواي أكسس. طيب إزاي نبتدي نحسبه؟ لو أنا عندي ساعات ظهور الشمس بعد ساعة، لو ظهرت الشمس لمدة ساعتين، مبيعات الآيس كريم ببيع 4، لو زادت إلى 3 المبيعات بتزيد 5. فبرسم بلوت لاين لخمس النقاط اللي جمعتهم عند ساعتين بعت 4 علب أو 4 كراتين آيس كريم، عند 3 بعت 5 كراتين، عند 5 بعت 7 كراتين، عند 7 بعت 10 كراتين، عند 9 بعت 15 كرتون. دي النقاط ووصلها بكيرف، هذا الكيرف بيوصل النقاط الموجودة فيها. طيب أنا عايز أبتدي أفكر، لو أنا عايز أعمل الترند لاين اللي هو الموست فيت لاين بتاعنا أقيسه إزاي؟ فبيبتدي يقول لك هنحسبه كالتالي على 5 خطوات. أول حاجة لكل نقطة من النقاط اللي هي زي 9, 15, 7, 10, 5, 7, 3, 5 اللي هي الإكس والواي بتاعت كل نقطة، هنبتدي نحسب الإكس to the power 2 وحاصل ضرب الإكس في الواي. هذه أول خطوة. يعني نيجي هنا، دي عند 3 يبقى 3 في 3 ب 9، دي عند 2، 2 في 2 ب 4، دي عند 3، 3 في 3 ب 9، 5 في 5 ب 25 اللي هي السكوير بتاع الإكس، وبنحسب حاصل ضرب الإكس في الواي، وبعد كده بنجمع كل حاصل جمع القيم على الإكس، حاصل جمع القيم على الواي. الجدول بتاعنا هو 2 4، ادي نقطة، 3 5 نقطة، 5 7 نقطة، 7 10 نقطة، 9 15. هنبتدي نربع الإكس ونضرب الإكس في الواي، 2 في 2 ب 4، 3 في 3 في نفسها ب 9، 5 في 5 ب 25، 7 في 7 ب 49، 9 في 9 ب 81. وبعد كده نجيب حاصل قيمة إكس واي، فبنضرب 2 في 4 ب 8، 3 في 5 ب 15، 5 في 7 ب 35، 7 في 10 ب 70، 9 في 15، 9 في 10 ب 90، و 9 في 5 ب 45، يبقى إجماليهم 135. وبعد كده نجمع دي أول خطوة، نجيب إيه هو الإكس to the power 2 وحاصل ضرب إكس في واي. بعد كده نجمع كل sum of x 2 5 و 5 10 17 و 9 26 4 و 5 9 و 7 16 و 10 26 36 41، جمع الواي، جمع x to the power 2 4 و 9 13 33 38 78
78 يبقى 87 87 88 و80 168 8 13 23 53 58 128 228 258 263 ده حاصل جمع الـ X و Y يبقى ضرب الـ X في نفسه وعمل عمود ضرب الـ X في Y وعمل عمود وجمع كل الـ X و Y جمع كل الـ X to the power 2 جمع كل الـ Y سيجما اوف واي وقلنا السيجما دي معناها السيجما الكابيتال اللاتيني دي معناها مجموع وجمع الاكس. الخطوه الثالثه ان بيبتدي يحسب الانحدار او السلوب او الام. قيمه الام لها معادله وهي بتساوي عدد حاصل ضرب حجم العينه في مجموع الاكس واي ونطرح منه مجموع الاكس في مجموع الواي على قيمه العينه حجم العينه في مجموع الاكس تو ذا باور 2 ماينس مجموع الاكس وكله تو ذا باور 2 بيعوض في المعادله دي. انا كل الكلام ده ما يهمنيش غير حضرتك بس لان الاستاتيشن بيقول لك ازاي ممكن تجيب الام وايه هي معادلة الخط فتبقى بس للمعلومياتك وليس للحفظ او الحسابات لان احنا قلنا الترند جبناه في الاكسل بوان ستيب وخدناها قبل كده ان باجي على الداتا واقول له اد لاين فبقول له اد لاين ترند فمدلي خط الترند وسط الداتا ومنه بقدر احسب بعمل لو زودت سنة واتنين أقدر أتوقع عدد المرضى وترددهم في السنة التالية وشفناها قبل كده. لكن لما يقول لك بتتحسب إزاي كيفية حسابة معادلة الخط بتاع الترند أو الخط المستقيم لابد أن حضرتك كداتا مانجمنت تبقى عارف بس الموضوع ماشي إزاي. فعدد العينة هنا خمس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة حجم العينة خمسة في مجموع إكس واي مجموع إكس واي 263 بطرح منه مجموع الإكس في مجموع الواي مجموع الإكس اللي هي 26 في 41 فخمسة في 263 ماينس مجموع الإكس 26 مجموع الواي 41 وبقسم على قيمة حجم العينة في حاصل جمع x to the power 2 أو قيمة x مرفوعة لأس 2 ناقص مجموع x اللي هي مجموع x اللي هي 26 to the power 2 يعني 1300 بنضرب 5 في 3 ب 15 5 معنا الواحد ممكن نجيب كالكوليتور معانا هنا واحنا شغالين أنا عموما بعملها كتر ما خمسة في ثلاثة بخمستاشر خمسة ومعانا الواحد خمسة في ستة بتلاتين واحد وتلاتين واحد ومعانا التلاتة خمسة في اتنين بعشرة وتلاتة تلاتاشر بنطرح منها حاصل ضرب الستة وعشرين في أربعين أربعة في ستة بأربعة ومعانا اتنين أربعة في اتنين بثمانية واتنين عشرة يبقى ألف أربعة وستين ألف أربعة وعشرين ونزود عليهم الستة وعشرين يبقى ألف ستة وستين مظبوط وخمسة في تمانية بأربعين صفر ومعانا الأربعة خمسة في ستة بتلاتين وأربعة أربعة ومعانا التلاتة خمسة في واحد بخمسة وتلاتة تمانية ستة وعشرين تو ذا باور تو دي الكالكوليتور هتبقى ستة ستة وسبعين المهم هيطلع لي راح اثبت الام تساوي 1.5183 يبقى هنا حسبت الام بعد كده بحسب البي معادله البي او نقطه تقاطع الترند لاين مع او الليست سكويرز ريجريشن لاين او الترند لاين مع الواي اكسس اللي هي بي بوينت قيمة بي بتتحسب ازاي؟ مجموع
الواي ناقص ام في مجموع الاكس على عدد العينة، مجموع الواي 41 نقص منه الام، الام حسبناه اهي 1.5183 في مجموع الاكس اللي هي 26 على حجم العينة 5، يطلع البي 0.3049. بعد كده بنعوض في معادلة الخط المستقيم اللي هي y تساوي m x زائد b، يبقى ال y بتساوي m اللي هي 1.5183 ضرب x زائد ال b اللي هي 0.3049. دي القيمة، ممكن أطلع ال y وال x على لأي نقطة على خط الترند بالمعادلة دي، وبالتالي ممكن أجيب قيمة ال y وقيمة ال x لأي نقطة على الخط. كل الفكرة إنك أنت توصل، حضرتك تبقى عارف إن الداتا بتاعتك لما بتبقى مرسومة ما بتبقاش دايما على خط مستقيم، فانت عايز تعمل تريند لاين بمعادلة الخط المستقيم، فلابد يكون عندك قيمة الام الانحدار وقيمة البي اللي هي نقطة تقاطع الخط الترند مع البي لاين، فبتحسب الام قد ايه والبي قد ايه، وبعد كده في اي نقطة من هذه النقاط ممكن تعرف تجيب الاكس او الواي طبقا للمعادلة بتاعت الخط المستقيم، ان y بتساوي الانحدار في x زائد b. دي كل القصة عشان نوصل بس لهذه المعادلة، نبقى احنا عارفين ان بهذه الطريقة ممكن نجيب قيمة x او y مع حساب ال m وال b من المعادلات، وبنعمله ب طريقة في الإكسل. بيكفينا مؤونة الحساب دي كلها بإن بنقول له ارسم لي ترند لاين واجي عند أي نقطة أنا عايزها، بمد عمود وأقوم واخد خط أفقي أعرف قيمة الإكس والواي لهذه النقطة. طيب هنا بيقول لحضرتك لما أنت عملت الخط ده خلاص قول لي بقى عند النقطة لما يكون الشمس بعد 8 ساعات أنا ممكن أبيع بكام؟ بعد 8 ساعات ممكن أبيع كام كرتون؟ فبتقول إن أنا أكون ممكن أبيع 12.45 أو 12.5 كرتونة بعد 8 ساعات، هتكون مبيعاتي بهذا الشكل. دي طريقة الحساب. كل اللي يهمني انك انت يبقى عند حضرتك فكرة لما يجي ترسم يديك الداتا بتاعته على مدة 3 سنين، ويجي يقول لحضرتك انا عايز اتوقع هل بعد قد ايه هتزيد نسبة المرضى عندي 20% او هيزيد مكسبي بنسبة 10%، فبترسم الترند لاين وتمده وتضع حضرتك زي ما شفنا المرة في الرسمة بتاعتنا اللي احنا عملناها في الإكسل. حضرتك ممكن ترجع للفيديو ان عملنا 2022 ممكن يكون تردد المرضى في العيادات الخارجية قد ايه. فدي بيسموها ايه؟ دي بيسموها interpolation واكسترابوليشن. يعني لما برسم خط الترند ممكن عند أي قيمة أعرف ما مدى المبيعات بتاعتي لو كانت القيمة على الخط المرسوم، فبتسمى interpolation. لو أنا عملت الترند في مدى امتداد فيقول لي طيب ما مدى اللي عند 29 درجة مئوية ممكن تبقى مبيعاتي قد إيه، فبنعمل لها extrapolation أو استقراء، وهو المكان الذي نجد فيه قيمة المبيعات على خط ممتد على الاتجاه بتاعنا لتقدير المبيعات زي ما عملناه بالضبط في تردد المرضى سنة 2022. فبس عشان حضرتك لما الإخوة بتوع
للستاتستكس يقعد يقول لك انتربوليشن واكسترابوليشن، وبنجيبها من الترند لاين. وحضرتك بتعملها ازاي؟ ما بتقعدش تعمل الحسابات دي كلها، انت بمنتهى الهدوء في الاكسل بتعمل الترند لاين وتشوف هو عايزها امتى، بتزود الداتا كبوينت بتاعتك، يقوم الترند لاين ممتد على اتجاهه، تقوم تقدر حضرتك ترفع العمود من النقطة اللي هو عايزها وتعمل له استقراء او اكستراكوليشن للداتا اللي هو عايزها، هيكون مكسبه داخل المستشفى قد ايه، او عدد المرضى يكون قد ايه. ده كان موضوع حساب الترند لاين والسكاتر بلوت، وازاي بنحسب الترند لاين وازاي بنرسمه وبيهمنا في ايه التعامل بتاعه. لكن لابد ان احنا نقول انه you have to be careful، خلي بالك ان الاستقراء او الاكسترابوليشن بيتم على خط تخيلي امتداد لما هو موجود، ولكن لا نعلم ما مدى التأثيرات التي يمكن أن تحدث. زي بالضبط كورونا فيروس، كل بوظ البيزنس في العالم كله، كل البيزنس going down، البورصات اتضربت، المبيعات اتضربت، حدث بيبقى ممكن يؤثر. ولكن بنقول if the old condition has been the same for the coming period, we can extrapolate you that at that time your income will be like this. طيب برضو عشان بيقولوا ازاي بنعمل معادلة الخط من نقطتين بدل ما بنعملها تعملها ازاي، فبنقول لك بنوجد الام الانحدار السلوب، وبعد كده بنقول ده خط في نقطتين A اللي هي 2 و3، وفي نقطة تانية 4 و6. فازاي تحسب الام؟ ممكن تحسبها للتشينج ان واي على التشينج ان اكس، ودي تبقى طريقة سهلة لحساب الام، وتقدر تعرف بيها الحساب بتاع الخط مباشرة. فإحنا هنا عندنا نقطتين 2 و3، دي النقطة A، ونقطة تانية اللي هي 4 و6 النقطة B. عايزين نحسب السلوب أو الانحدار بطريقة سهلة بدل المعادلة الكبيرة بتاعتنا في الجدول. ممكن ناخد نقطتين 2، نحسب الفرق بين الواي على الفرق بين الاكس، فبنيجي نحسبها نقول 3 اللي هي الواي بتاعه الاي ماينس 4 اللي هي الواي بتاعه البي على 2 ماينس 6، يبقى 3 ماينس 4 اللي هي تشينج ان واي اللي هي الواي اي ناقص الواي بي على الاكس اي ناقص الاكس بي، يعني 3 ناقص 4 على 2 ماينس 6، يعني ناقص 1 على ناقص 4، يبقى السلوب بتاع الخط ده 0.25 او 1 على 4 او ربع. ده المنحدر بتاع هذا الخط. جميل جدا. هل ممكن اتاكد من الكلام ده؟ نعم، انا عامل الحسابات دي عند نقطة 2 و3 ونقطة 4 و6. طيب لو جينا اخترنا اي نقطة على هذا الخط وابتدينا نحسبها، هنلاقي ان القيمة الاخرى زيها بالضبط. هنيجي نقول ان نيجي نحسب، احنا حسبنا الميل بيساوي ربع او 0.25، فالفرق ما بين الاكس 2 ماينس اكس في الميل يساوي 3 ماينس واي. نعوض، لو جينا على النقطة بتاعت 4 و6
يبقى 2 ماينس اكس اللي فيها الاكس تساوي 6. عايزين نشوف الواي تساوي كام. لو حطينا 2 ماينس 4 في ربع، 2 ماينس 4 اللي هي ماينس 2، ماينس 2 في ربع يبقى ماينس نص، ماينس نص وزائد اكس على 4 بيساوي 3 ماينس واي. لو جبنا الثلاثة الناحية دي هتبقى 3، هنشيل منها النص هتبقى 2.5 زائد كام واي تساوي 4. هنلاقي انها الاكس فعلا تساوي 6، وبالتالي وين اكس بتساوي 6 الواي بتساوي 4، وبالتالي معادلة الخط المستقيم محسوبة صح. يبقى الاسلوب طريقة الحساب بتاعته عند اي نقطتين عندك فيهم الاسلوب يساوي change in y على change in x، وتقدر تحسب منه قيمة اي x و y على هذا الخط. والطريقة الاسهل من الاثنين دول انك انت بتحسب بتمد الترند لاين بالاكس زي ما شفنا. بعد كده بيقول لك التبسيط، طبعا احنا بنبسط الموضوع فبنلاقيه زي ما هو مكتوب.